عدى معاك. نعم. وانت كنت موجود في الامارات وعشت أيوة. احداث السوبر باجواءها نعم. كلها. الاهلي مدى استفادته بالفوز بالسوبر والاجواء اللي كانت محيطه بالفريق قبل مباراه العين؟ شوف طبعا هو اكيد النادي الاهلي مع بدايه الموسم الحالي في وجهه نظري الشخصيه من متابعتي لمارسيل كولر والجهاز الفني، يعني النادي الاهلي في حقبه مارسيل كولر ما بيحبش يبدا الموسم بمباريات بطوله، دي بالنسبه لمارسيل كولر مش حلو، يعني هو ما بيحبش ده، يعني انا اشوف مارسيل كولر من المديرين الفنيين يا محمد اللي يحب يطلع السلم واحده واحده، هو دي ده اسلوبه، ده صحيح. اسلوب المديرين الفنيين على فكره الكبار حتى، يعني كنت بتكلم مع زميلنا محمود ابو الركب طبعا المعلق المشهور كان قال لي جمله جميله جدا معلقه في دماغي، قال لي حتى قال لي يا كريم كلامك صح، لان في ايطاليا بيسموا دايما دايما البطولات بدايه الموسم دي هي اللي هي بطولات اغسطس، الفرق الكبيره ما بتحبهاش ليه؟ لان يعني في بدايه الموسم انا عايز اعد اللعيبه بتاعتي عشان يكملوا معايا ويوصلوا للبيك بتاعهم في مع بدايه منتصف الموسم، يعني دايما الفرق الكبيره محمد بنشوف ان هي بتبدا تاخد الموسم تدريجي، خصوصا اللي بيلعب على ليفلز مختلفه او مستويات مختلفه، بيلعب محلي وقاري، ده صعب ليه؟ انك بتلعب على عدد مباريات كبيره وبتلعب على مستويات مختلفه، فبالتالي انت عايز مش عايز تطلع بالبيك بتاعك في البدايه، ليه؟ لان هيحصل انهيار. صحيح. فكل ما انت بتبدا البيك بتاعك متاخر شويه كل ما انت بتفضل مكمل لغايه نهايه الموسم، وبنشوف ده السيستم اللي بيمشي عليه ريال مدريد، السيستم اللي بيمشي عليه برشلونه، السيستم اللي بيمشي عليه مانشستر سيتي، باير، كل الفرق دي بتبدا تتدرج في مستوى لغايه لما توصل للاسابيع النهائيه او المباريات النهائيه في الموسم بتاعها في نهايه مايو او نهايه يونيو. وبالمناسبه يا كريم انت معايا اهو، ده جانب من تدريبات الاهلي منذ قليل، يمكن ده الجزء الاول من تدريب الاهلي اللي بدا حوالي الساعه 5:30. نعم. وبالتالي انا بشوف طبعا اكيد كانت البدايه مع السوبر الافريقي وتحقيق نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، طبعا كانت نتيجه ايجابيه لنادي الزمالك، وبالتالي كان النادي الاهلي عنده اختبار قوي وشرس في الامارات للموسم الثاني على التوالي، وهي بطوله السوبر اللي بقت تتلعب من سيمي فاينل وفاينل، وبالتالي كان عنده بدايه من مباراه سيراميكا، المباراه كانت سهله خالص، كل من يعني شاف مباراه الاهلي وسيراميكا اكيد مباراه كانت صعبه، خصوصا فريق سيراميكا لعب ادى مباراه ممتازه، كابتن ايمن الرمادي عامل فريق كويس جدا جدا، ولكن كانت فرصه لمارسيل كولر انه يبدا يصحح بعض الاخطاء اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي، شفنا مباراه نادي الزمالك عكس اعكاس خالص من مباراه السوبر الافريقي، النادي الاهلي كان واخد المبادره، النادي الاهلي واخد الضغط العالي، النادي الاهلي حارب نادي الزمالك من اهم نقطه عنده انه يلعب الكوره ناصر ماهر، شفناها جدا كان ناصر ماهر متراقب بشكل قوي جدا 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 على عكس مباراه السوبر الافريقي، كان واضح ان في تصحيح للاخطاء اللي حصلت في مباراه السوبر الافريقي، ربما يعني خليني اقول يعني ايه الحظ العثر اللي واجه لعيبه النادي الاهلي في الفينش في الشوط الاول بالذات بصراحه، يعني ثلاث فرص بصراحه، فرصتين طبعا بتوع حسين الشحات ووسام، وكمان الفاول بتاع يحيى عطيه الله كانت باد لك شديد جدا، اعتقد النادي الاهلي لو كان بادر بالتسجيل كانت ممكن المباراه تاخد شكل مختلف، ولكن يبقى برضو ما زال احنا لسه عندنا بعض علامات استفهام على الجانب البدني عند لعيبه النادي الاهلي، خصوصا طبعا احنا شفنا الشوط الثاني برضو مختلف والاوقات الاضافيه الدنيا بتقل شويه.